هو في حقيقة اليوم الحزب الدار البيضاء ديال اليوم ماشي هو الحزب ديال 2017. تحول كبير، الناس مفاهمة، الناس كتشتغل، الناس مشغولة بالمواطن، ما مشغولاش بالتشويش. أشكر السيد المنسق الجهوي سي بوسعيد على العمل الكبير والتحول الكبير اللي قام به في الحزب داخل هذه المنطقة. شكرا كذلك سي بوسعيد والسيدات والسادة على التنظيم ديال هذا اللقاء. شكرا السيد رئيس الفيدرالية ديال المنتخبين على الدعم ديالو لهاد اللقاءات، وهذا حتى هو كذلك تحول كبير، لان قبل من 2017 ما كانوش هاد الاجتماعات، ما كانتش هذيك الفيدراليه كتشتغل بجديه، يمكن كانت ولكن ما كانتش كتشتغل بجديه، والحمد لله اليوم عندنا نتائج اللي هي جد مهمه. اذا تحول كبير داخل الحزب بفضل منتخبين، بفضل الشباب، بفضل النساء، يعني الفيدرالية ديالنا اللي كيعملوا واحد العمل اللي هو جد كبير. ويمكن لنا نقول لكم انه الان من بعد اكثر من سنه ونصف ونحن داخل الحكومه ومن بعد انتخابات، حزبنا في صحه جيده. ومستعدين نمشيو للامام، ومستعدين نمشيو لواحد لاجوندا اخر ان شاء الله في المستقبل. ونحن فرحين وكتافنا سخان وقويين بالعمل ديالكم اليومي وبالعمل اللي كتمشيو فيه مع المواطنين.